السلام عليكم متتبعات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. ان شاء الله نقدم معكم العصير المانغ صراحة اللي مختلف على العصير ديال الليمون وديال الحليب اللي متعودين عليه. اليوم ان شاء الله غنوريكم بواحد المكونات صراحة اللي سهل وكيجي في المذاق ديالو غزال، مختلف على العواصر اللي مولفين ديما. انا كما كتشوفوا عندي هنا واحد ليمونة، وعندي واحد المونغا، وعندي واحد البطيخ. انتم غتشوفوا النوع ديالو، هذا النوع هذا ديال هذا البطيخ صراحه ما عرفتش سميتو بالضبط، المهم هذا النوع ديال هذا البطيخ وانتم مونغا، وجوج معالق ديال السكر سنيده. المهم السكر على حسب يعني على حسب الذوق. قطعت نقيت ديك الليمونه ولا داك البطيخ ولا ديك المونغا كما كتشوفوا، قطعتهم هكا طراف وغنطحنهم، نزيد عليهم داك السكر والمخلص. صراحه كيجي واحد العصير اللي غزال ما شاء الله. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوا، يا ربي تردوا عليا في التعليق. صراحه كيجي شي حاجه مختلفه، وفيه داك المذاق ديال داك البطيخ صراحه كيجي غزال، كيكون مواتي مع المانغ والليمون. نتمنى منكم ان شاء الله يا ربي تجربوا وتردوا عليا ان شاء الله في التعليق. وهنا كما كتشوفوا العصير ديالي كيطحن، وهنا من بعد ما طحنته شو تبارك الله الختوريه ديالو، شو تبارك الله كي كيجي خاطر. المهم هذا هو القوام ديالو صراحه، جا خاطر تبارك الله وغزال حتى في المذاق. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، وما تنساونيش بلي زابوني ديالكم الناس يعني البنات الجداد اللي طلعوا عليا، الناس كاع اللي طلعوا عليا في القناه ديالي مرحبا بكم. وشكرا حتى على التعليق ديالكم الزوينه بالنسبه للبنات اللي معايا شحال هادي، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليق ديالكم الزوينه، وخليتكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله.